رسميا الكاميرون بيستبعد مهاجمه بسبب الخطر على حياته والتماس لكاف لاستبداله. فأعلن اتحاد الكاميرون لكرة القدم رسميا استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق عن قائمة ال 23 لاعب المشاركة في أمم أفريقيا 2019 في مصر بسبب الخطر على حياته. وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه: أخبار سيئة من بعثة المنتخب بقرار استبعاد جويل تاجوي من قائمة ال 23 لاعب أمم أفريقيا مصر 2019. وأضاف البيان أن اللاعب لن يكون قادر على المشاركة في البطولة بعد التقارير الطبية. وأوضح الاتحاد الكاميروني بأن ويليام ناجاتشو طبيب الفريق قد اشتبه بوجود خلل في الشريان التاجي للاعب أثناء معسكر قطر، والذي تم تأكيده في مصر مع وجود خطر على حياته بالتعرض لموت بعد الشر المفاجئ. الحقيقة البيان وصل وكمان قال: تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين، ولم يسيطروا على دموعهم للأسف. بنتمنى أكيد الشفاء لكل اللاعبين، وأكيد موقف صعب جدا تكون جاي بتشارك وأن أنت تكون أصلا مؤثر وبتلعب في النادي اللي أنت بتلعب فيه بشكل أساسي في البرازيل، ولكن بكل تأكيد سلامة أي لاعب هي الأفضل أيا كان، لو حتى يخسر أنه هو يكون بيلعب كرة بكل تأكيد حياته أكيد هي اللي بتعني الكثير. الأصعب أنه لما يبقى لعيب كرة وحالته البدنية كويسة جدا وحالته الفنية ولياقته البدنية طول الوقت بيشارك في المباريات وبيشارك في التمرينات وبيشارك في دوريات سواء أوروبية أو دوريات عالمية زي الدوري البرازيلي، ويبقى عنده مشكلة في القلب. دي قرارات كتيرة مع لعيبة كتيرة في العالم عبر التاريخ. نوانكو كانو طبعا كان أشهر حد لعيب نيجيري كان عنده مشكلة في القلب قبل كده. طبعا لالانا في ليفربول بالمناسبة، لالانا الناس ما تعرفوش لالانا بمناسبة ليفربول، يعني لالانا كان من اللعيبة اللي كانت بتلعب ساوث هابتون وتأخر تماما بسبب برضو مشاكل في القلب. بنزعل جدا لما بنعرف ده، أعتقد أصبحت مشكلة ولكن مشكلة ولها علاج، وبيرجع اللعيبة تاني تشارك في المباريات بشكل طبيعي بعد العلاج وبعد العمليات الجراحية. نتمنى لكل اللعيبة الأفارقة وكل لعيبة العالم بالتأكيد كل الخير والسلامة.